بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الطلبة، سنقوم بحل هذا التمرين الذي ورد في بكالوريا 2013 للموضوع الأول للشعب الأدبية، حيث قال: هل العددان 2013 و718 متوافقان بالترديد 7؟ إذا نقول: معرفة إن كان العددان 2013 و718 متوافقان بترديد 7. هكذا. إذا العددان متوافقان، عليكم أن تفهموا أبنائي، هو اللذان لهما نفس الباقي على نفس الترديد. يعني نأتي إلى 2013 نبحث عن باقيها على 7. كيف نفعل؟ نأتي بالآلة الحاسبة ونقول 2013 تقسيم 7. ها هي أمامي الآلة الحاسبة، نقول 2013 تقسيم 7، أعطيت لنا 287 287.57 أعداد. هنا نأخذ رقمين وراء الفاصلة فقط. لاحظوا ماذا نقول، نقول 0، هذا لا تتحدث عنه، دائما خذ 0، خذ رقمين وراء الفاصلة. إذا كانوا أرقام كثيرة خذ رقمين، وإذا كانوا رقمين خذ رقمين، وإذا كان رقم خذ رقم. فاصل 57 في 7، نعيد ضربها في 7، في 7 ونجد. إذا نقول 0.57 في 7 أعطت لنا 3.99، 3.99 نقربها إلى عدد طبيعي، كم هي؟ 4. إذا يصبح الباقي هنا 4. هكذا هذا الباقي الأول ظهر هو العدد 4. نأتي الآن إلى العدد الثاني. إذا هنا الباقي هو 4، والباقي دائما أنصحكم هو عدد موجب أقل من 7، يكون محصور بين 0 و6. الآن نأتي إلى 718، كم يوافق بترديد 7؟ هكذا نأتي بنفس بالآلة الحاسبة، 718 تقسيم 7، نقول 718 تقسيم 7 أعطت لنا 102، 102 فاص عفوا 102.57، وهنا أعداد كثيرة. نأخذ قلت نفس السيناريو، 0 هكذا في 7، أكيد ستجدون 3.99، نقربها إلى عدد طبيعي الأكبر الذي هو 4، إذا تعطي لكم 4. تابعوا. إذا وجدنا الباقي كم؟ وجدنا الباقي لهذه القسمة هو الباقي هو 4. هكذا. هل العددان متوافقان؟ نعم، نقول نعم العددان متوافقان، لأن لهما ماذا؟ نفس الباقي بالترديد 7. هكذا العددان المتوافقان هما العددان اللذان لهما نفس الترديد، لهما نفس الباقي بالنسبة إلى نفس الترديد. يعني وجدنا الباقي 4 والباقي 4. إذا تذكروا أن الباقي وجدناه هنا 4 وهنا 4. هكذا نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده، أنتم قوموا بكتابة الحل. السؤال قال: استنتج أنه من أجل العفو ألف عين باقي القسمة الإقليدية للعدد 4 و6 على ماذا؟ على 7. إذا باقي 4 و6 على 7. نأتي بالآلة الحاسبة، إذا نقول 4 في 4 في 4 في 4 في 4 في 4، 1 2 3 4 5 6. نجعلها بالآلة الحاسبة كذلك، بالرغم الآلة الحاسبة فيها القوة، لكن إن لم تجدوا القوة
قلت هكذا، عفوا، إذا نقول 4 في 4 في 4 في 4 في 4. أعطت لنا 4096. أعطت لنا 4096. نعيد، ربما يكون فيها خطأ. إذا قلنا 4 في 4 تساوي لنا 16، في 4 في 4، هنا 4 4 في 4 في 4 مرة أخرى. إذن هذه هي 4096. نقوم بقسمتها على ماذا؟ على 7. تقسيم 7 أعطت لنا 585.14، وهنا أعداد كثيرة. نأخذ 0.14 نضربها في 7 تساوي لنا، إذن 0.14 في 7 أعطت لنا 0.98. 0.98، صفر قلت 0.98، نقربها دائما للعدد الأكبر الذي هو 1. إذن تصبح مباشرة أبنائي، لاحظوا يعني الأمر بسيط. نقول هكذا 4 و6 توافق 1 بالترديد 7، إذن الباقي هو 1. هكذا نأتي إلى السؤال الذي جاء بعد. لاحظوا قال استنتج، يعني استنتج يعني الجواب هو الذي قبله مباشرة. استنتج أجنه من أجل كل عدد طبيعي آن حيث. إذن استنتاج باقي، لا لا لم يقل باقي، نعتذر. استنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي أن حيث أن ماذا؟ أن ستة، لا عفوا، 4 و6 أن ناقص 1 توافق 0 بترديد 7. لاحظوا أبنائي الأمر بسيط، لكن عليكم بالتركيز معي. لدينا ماذا؟ لدينا 4 أس 6، وجدنا الباقي كم؟ 1 بترديد ماذا؟ ترديد 7. هذا وجدناه من السؤال الذي قبل، لاحظ وجدناه هنا. ما رأيكم الآن أن نزيد هنا آن ونزيد هنا آن؟ تجوز، قوة من هنا وقوة من هنا، تصبح ماذا؟ تصبح 4 أس 6 آن توافق الواحد قوة أي عدد، مهما كان سيبقى واحد. أي عدد الواحد قوة، أي عدد قوة 10 أو قوة آن أو قوة ما لا نهاية، يبقى دائما هو الواحد. لاحظوا إذن هذا وجدنا باقيه كم؟ 1. تابعوا، نأتي بهذه القيمة، هذا الواحد الذي تلاحظونه هنا، ونعوضه في هذا المكان، لأن 4 قوة 6 آن كم الباقي عندها؟ ها هو أمامك 1. إذن تصبح هكذا 1 ناقص 1 كم توافق؟ توافق 0 بترديد 7. لاحظوا جيدا، والصفر هنا وجدنا كم؟ 0. 0 يوافق 0 بترديد 7 فقط. نقول ومنه 4 قوة 6 آن ناقص 1 توافق 0 بترديد 7، بهذه البساطة فقط. هكذا برهنا هذا السؤال. نأتي إلى السؤال الذي جاء بعده. إذن تذكروا أن 4 قوة 6 آن أعطت لنا باقيها هو 1 بالترديد 7، لأن ممكن نحتاجه في الأسئلة المتبقية. الآن جاء دور، إذا قمنا ب، الآن قال عين باقي القسمة. إذا نقول تعيين باقي قسمة ماذا؟ قسمة 2013 و 7 8 على ماذا؟ على 7. لكن لو تلاحظون جيدا لقد وجدنا ذلك. نقول من الجواب الأول وجدنا ماذا؟ وجدنا أن 2013 كم؟ وجدناها 4، ها هو أمامكم باللون الأخضر، بترديد 7.
و718 وجدناها باقيها كم؟ 4 بترديد 7. وقال عين الباقي، إذن نقول هنا الباقي، سؤال تكرر فقط، الباقي هو 4، وهنا الباقي هو ماذا؟ هو 4. بهذه البساطة، هو سؤال قد قمنا بالإجابة عليه من قبل. الآن بين أنه من أجل كل عدد طبيعي فإن، إذن نقول البرهان أن، نتابعوا جيدا، البرهان أن ثلاثة في 718 قوة 6 آن زائد 2013 هكذا يقبل، لاحظوا كلمة يقبل، القسمة على ماذا؟ على 7. يعني كلمة يقبل، يعني هنا يمكن أن نضع يوافق 0 بالترديد 7، يعني كلمة يقبل القسمة يعني الباقي كم؟ 0. تابعوا جيدا، نقول لدينا ماذا؟ لدينا 718، كم وجدنا الباقي؟ لو تتذكرون كم وجدنا الباقي؟ وجدنا الباقي 4، ها هو أمامكم بترديد 7. لكن لاحظوا جيدا، لاحظوا يعني الأمر بسيط جدا، لو نضع هنا قوة ماذا؟ قوة 6 وهنا قوة 6. تابعوا جيدا، أنا أريد أن أصل إلى هذا الشيء فقط، تابعوا فقط. تصبح ماذا؟ تصبح 718 قوة 6 توافق هذا. كم وجدنا باقيه لو تتذكرون؟ هذا لو تتذكرون وجدنا الباقي 1، يعني تصبح 1 بترديد 7. نعم وجدنا الباقي 1، هو الذي هو 4096. هذا وجدنا باقيه كم؟ 1 على لما درسنا على 7. الآن نضيف ماذا؟ مثل ما نضيف هنا آن ونضيف هنا آن، يعني تصبح 718 قوة 6 آن يوافق كم؟ يوافق 1 بترديد 7. هكذا يعني عبارة عن عملية بناء فقط. وواحد قوة آن قلت كم؟ هو 1. الآن يعني هذا العدد، تابعوا جيدا، يعني هذا العدد يمكن أن نعوض بباقيه الذي هو كم؟ 1. ماذا تصبح؟ تابعوا جيدا أرجوكم حتى تفهموا، تصبح 3 في 1 زائد 2013 باقيها ها هو باللون الأحمر كم؟ زائد 4 هكذا تساوي كم؟ لو نلاحظ جيدا كم تساوي لنا هذه القيمة؟ تساوي 7. يعني 7، تابعوا جيدا، كم توافق؟ إذا كل هذا العمل وجدنا فيه 7. 7 كم توافق بالنسبة إلى 7؟ توافق 0 بترديد 7. لماذا؟ لأننا لو نقسم 7 على 7 نجد 1 ولا يوجد أرقام وراء الفاصلة. كلمة لا يوجد أرقام يعني الباقي هو 0، وهو الجواب فقط. إذن الجواب أن وجدنا الباقي هو 0. لماذا؟ لأن يقول أحدكم لماذا لم أفهم؟ قلنا باقي هذا هو 1، وهنا مضروب في 3، وهنا عندنا الزائد، وهنا الباقي 2013 وجدناه. كم لو تجمع كم تجد؟ 7. 7 على 7 كم؟ 1 والباقي 0. إذن الباقي، كلمة الباقي 0، ها هو الباقي 0، يعني يقبل القسمة، ومنه العدد يقبل القسمة على ماذا؟ على 7. بهذه البساطة نأتي إلى السؤال ما قبل الأخير. قال تحقق أن، تحقق أن 1434 يوافق ناقص 1 بترديد 7. إذن التحقق أن العدد 1434 يوافق ناقص 1 بترديد 7. أولا أبنائي عليكم بالتركيز معي فقط، 1434 نقسمه على 7 ونجد كم؟ نجد الباقي، لأن هذا العدد لم يتحدث عنه. إذن 1434 إذن 1400
34 تقسيم 7، أعطيت لنا 204.85. نأخذ رقمين وراء الفاصلة، 0.85 في 7. إذن 0.85 في 7 أعطي لنا 6، يعني هو 5.95 نقرب إلى 6. إذن ماذا نقول؟ تابعوا جيدا، تابعوا وستفهمون بإذن الله. نقول 1434 يوافق ماذا؟ يوافق 6 بترديد 7. لاحظوا إلى هذا العدد وهذا العدد، هما عددان مترادفان، يعني 6 7 8 9، يعني الفصل بينهم هو الواحد أو الناقص واحد. إذا نقول ماذا؟ هذا العدد كم أصبح يوافق؟ نقول 6، نأخذه يعني الموافقات ليس كالمساواة، يعني هذا العدد يصبح كم يوافق؟ 6. إذا 6 توافق ماذا؟ توافق 6 بترديد 7. أو لا أذهب هكذا، ربما هكذا في من تختلط عليه الأمور ولا يفهم. لاحظوا، نختار طريقة أبسط. إذا وجدنا، قلنا وجدنا أنه يوافق 6 بترديد 7. هذا الباقي هو عدد موجب، لكن حتى أصل إلى هذا الشيء، يعني حتى أصل إليه ننقص الترديد فقط. هي قاعدة، قوموا بإنقاص الترديد. لما تنقص الترديد يجوز أن تنقص الترديد من هنا ومن هنا، أم تنقصه من جهة يجوز. ماذا تصبح؟ تصبح هكذا، 1434 توافق 6 ناقص 7، بالآلة الحاسبة ستعطيكم ناقص 1. هذا هو الجواب، ومنه هذا هو الجواب فقط بهذه البساطة. هذا هو الجواب بأبسط الطرق. الآن نأتي إلى السؤال الأخير الذي هو أكيد هو مبني على هذا السؤال، على هذا السؤال. إذا نأتي إلى السؤال الأخير، قال عين الأعداد الطبيعية. وهذا السؤال، هذا التمرين يعني هو شائع من كل من 2008، وهو يأتي دائما كل عام بنفس السيناريو. إذا تعيين الأعداد الطبيعية، الأصغر من 25. تابعوا جيدا. نقول بحيث عندنا هذا الشيء، لاحظوا 1434 قوة 2 آن زائد آن يوافق 0 بترديد 7. المطلوب هنا إيجاد قيم آن. لاحظوا لدينا 1434، كم وجدنا باقي؟ ها هو أمامكم، قمنا عليكم باستغلال هذا السؤال. دائما أنصحكم لما تدخل القوى وكذا استغلوا هذا السؤال الذي أعطيكم من قبل. أعطى لنا هكذا، لكن هو عنده قوة ماذا؟ قوة 2 آن. نضع هنا قوة 2 آن، إلا أنه لما نضع القوة للناقص واحد يجب عليك أن تضع الأقوى. أصبح هكذا، هذا العدد 2 آن هل هو عدد زوجي أم فردي؟ هو عدد زوجي، لأن كل الأعداد الزوجية لاحظوا ما هي 2 آن 4 آن، هذه أعداد زوجية. الأعداد الفردية هي 2 آن زائد 1. كل عدد يكتب هكذا هو عدد فردي. مثلا ندو أي عدد، ندو 2 في 5 كم؟ 10. لو نضيف له الواحد تصبح 11. إذا هذا العدد هو أصبح عدد زوجي هكذا. إذا هذا العدد يصبح، إذا تصبح 1434 قوة 2 آن توافق كم؟ بما أن عدد زوجي هذه مباشرة لا تفكر فيها أبدا، قولوا هي واحد أنها قوة عدد زوجية هكذا. الناقص واحد قوة عدد زوجي دائما هو الواحد، والناقص واحد قوة عدد فردي دائما يعطيكم ناقص واحد. لو أعطي لنا هنا هكذا ناقص واحد قوة 2 آن زائد 1، اعلموا أن هذه النتيجة هنا تعطيكم ناقص 1. الآن نكمل يعني مع هذا الشرح. إذا أعطيت لنا هذا، تابعوا جيدا. إذا سننزع هذا العدد كله ونأتي بباقيه، لأنه عبارة عن موافقات ليس مساواة. ماذا تصبح؟ تصبح هكذا، تصبح 1 زائد آن يوافق 0 بترديد 7. نأتي بهذا العدد إلى هذا الطرف لأن يجوز فعل ذلك، أو نقول نضيف الناقص 1 على كلا الطرفين كذلك يجوز. إذا تصبح آن يوافق ناقص 1 بترديد 7، إلا أن أبنائي لا يمكن أن نقول الآن يوافق، يعني الباقي يكون هنا، الباقي هنا يكون
ناقص واحد، إنما نضيف له الترديد مثل ما فعلنا من قبل. إذن تصبح هكذا، تصبح أن يوافق ناقص واحد، نضيف الترديد حتى نتخلص من الناقص. هكذا قمت بإضافة السبعة، تصبح أن يوافق كم؟ ستة بترديد سبعة. أن قلت عليك أن تتخلص من هذا الناقص بإضافة ماذا؟ الترديد. إذن قيم أن ما هي؟ قيم أن التي نتجت أن أن يساوي، الآن نحوله إلى مساواة، هذه عبارة عن موافقة، لكي تحولها إلى مساواة لاحظوا ماذا تفعل. بكل بساطة قل هكذا، ولو تحفظ هذه الفكرة، قل تساوي 7 ك، حيث ك هو عدد طبيعي، قل 7 ك، هذا العدد أضربه في عدد ك، زائد الباقي يبقى ثابت اللي هو 6. بهذه البساطة، هذه هي قيم أن، هذه قيم أن. لكن ما زال الشرط واحد هو شرطه علينا. ما هو الشرط الذي شرط علينا في هذا التمرين؟ هو هذه قيم آن الحالة العامة، إلا أنه قال الأصغر، هذه قيم آن، انتهت، هذه هي قيم آن. الآن الأصغر من 25، الأصغر من 25، لاحظوا يا أولادي كيف أفعل بطريقة بسيطة، أرجوكم تابعوا. لدينا آن كم وجدناه؟ وجدناه 7 ك زائد 6. هيا نعطي قيم للك، والك عدد طبيعي، ما هو أول عدد في العدد الطبيعي؟ هو الصفر. نعوض بالصفر، ماذا تصبح؟ تصبح أن يساوي لنا 7 في 0، هكذا 7 في 0 زائد 6. 7 في 0 هو أكيد 0 زائد 6، إذا تساوي لنا 6. إذا هنا أن كم أخذ؟ 6. نمد نقطة أن ك قيمة أخرى، إذا هنا ك أعطيته 0، ظهر هذا الشيء. الآن ك نعطي له ماذا؟ 1، ونعوض كذلك هنا، تصبح أن يساوي لنا 7 في 1 زائد 6 تساوي أكيد 13، إذا أن يأخذ القيمة 13. الآن ك نعطي له ماذا؟ 2، ماذا تصبح؟ تصبح أن يساوي لنا 7 في 2 زائد 6 تساوي لنا 14 زائد 6 وتساوي 20. إذا أن في هذه الحالة كم يأخذ؟ يأخذ 20. الآن نعطي لي أن الكا، عفوا كا نعطي له 3. هل نلاحظ هل ينتج أم لا؟ ماذا تصبح؟ تصبح أن يساوي لنا 7 في 3 زائد 6، 21 زائد 6 كم يساوي؟ يساوي 27. نتوقف هنا، لا يمكن أن نكمل، هنا لا يمكن أن تكملوا، لأن قال الأصغر من 25. إذا ما هي قيم أن؟ قيم أن تكون هكذا، تساوي لنا القيمة الأولى هي 6، والقيمة 13، والقيمة كم؟ 20 فقط. هذه هي القيم التي يمكن أن يأخذها العدد أن بحيث يكون أصغر من 25. هذه التي قمت بهنا بمسحها لأنه لا يحقق ذلك. وأتمنى أن يعجبكم الشرح، وجزاكم الله خيرا على حسن الانتباه، وزوروا موقعنا الموجود أسفل الفيديو ليصلكم جديدنا، وادعوا لنا بالصحة، وشكرا.